أهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تريندي. رح نبتدي حلقة اليوم بخبر كله أمل ونجاح. هيدا الخبر دليل أنه الشباب اللبناني على الرغم من أوضاع بلاده الصعبة إلا أنه عم يثبت أنه ما بيفقد الأمل وبيقدر يحقق النجاح وين ما راح. فرقة مياس يلي رفعت اسم لبنان بالعالي بعد ما تمكنت من الفوز بلقب America's Got Talent وبعد أداء مميز وعروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها بالبرنامج الأكثر شهرة بأمريكا والعالم، وبالتالي أوصلت مياس لبنان إلى العالمية. مبروك لفرقة مياس ومبروك للبنان. America has voted. The winner of the $1 million and the star of the headline show in Las Vegas is... اقتحمت مجموعة من المودعين من جمعية صرخة المودعين مصرف بلون بانك بفرع السوديكو واحتجزت عدد من الرهائن. وبحسب المعلومات فالمودعة سالي حافظ عمدت لإلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بحرق حالها بحال عدم تسليم ودعتها لمعالجة أختها المريضة. وكانت سالي قد نشرت عبر موقع فيسبوك صورة لأختها المريضة واعدة بتأمين الأموال لمعالجتها. يلا نشوف الفيديو. هذا التليفون، لحظة، باقي المصاري وين؟ إكرام وقفي حد المحامي، باقي المصاري وين؟ 12 مليون وأخذنا قد إيه الدولار؟ ما بعرف، أنت كنت حاسس 10,000 شيء. لا لا لا، لحظة باقي المصاري، لحظة بدنا باقي المصاري. خلي يرجع ياخذهم على الكاميرا. لبناني ما بيدفعوا. حتاخذوا. لا لا لا، يعطينا الباقيين. عدوهم بالتفصيل، عدوهم مزبوط مزبوط. انا سالي حافظ اللي جيت اليوم على بنك بلون بانك لاخذ وديعة اختي اللي عم بتموت بالمستشفى. انا لفيت افات تاكل حدا ولفيت فتت ولي لا انا فتت اخذ حقي. البنوك فتحوا قوه بالهدف، كسروا الباب وفتحوا. اعطيها المصرية الدولار، اعطيها المصرية الدولار بسرعة. تاخذ مليون. لا خلعوا الباب. اعطيه تليفون. وين التليفون؟ اعطيت هلا التليفون لحدا. وين؟ هذا التليفون. لحظة. لحظة، باقي المصاري وين؟ إكرام وقفي حد المحامي، باقي المصاري وين؟ 12 مليون وأخذنا قد إيه الدولار؟ ما بعرف، أنت كنت حاسس 10,000 شيء. لا لا لا، باقي المصاري.
المصاري. لحظة بدنا باقي المصاري. خلي يرجع يقدم على الكاميرا. حتاخده. لا 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 يعطينا الباقيين. يقدم بالتفصيل. يقدم مزبوط مزبوط. أنا سالي حافظ اللي جيت اليوم على بنك بلون بنك لأخذ وديعة أختي اللي عم بتموت بالمستشفى. أنا لفيت أفاتي تتأكل حدا ولفيت فتت ولي لفيت عمل شيء. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بيظهر عبور مجموعة من الأقمار الصناعية ستارلينك أجواء مدينة صور باتجاه الشمال، وقد اختلفت التعليقات على المقطع والتحليلات حول طبيعة هذه الأجسام من قبل بعض المواطنين. منشوف سوا الفيديو. طيران بلى يا خربية ها باش 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 صواريخ بس عاليين كتير أبصر لهنا على سوريا تهزها بلى على سوريا راح بيطلعوا هاي عبدالله شو سوريا على سوريا شو هم بدهم الصواريخ والله شنو ولا جمع لي طيران يعني والله طيران مبينين يا الله طيران بلى يا خربية ها باش 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 صواريخ بس عاليين كتير أبصر لهنا على سوريا تهزها بلى على سوريا راح بيطلعوا هاي عبدالله شو سوريا. إلى السعودية حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسقوط رافعة عملاقة على سيارة دمرتها بالكامل، وكتب ناشر المقطع معلقا صاحب السيارة حظه سيء. نشوف الفيديو سوا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله لو في أحد راكب للسيارة. الحمد لله ما في أحد. يا الله شو كيف شكلها تواضعها قبل شوي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر وشته وشته وشته. شوف شوف انا ما ادري في احد ولا ما في احد. شكلها تواضعها دي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله لو في احد راكب للسيارة. الحمد لله ما في احد. يا الله شو كيف شكلها تواضعها قبل شوي. أظهر مقطع فيديو مؤثر فرحة أم أردنية بعد نجاة رضيعتها وخروجها على قيد الحياة من ركام عمارة الويبدة المنهارة بعد مرور 24 ساعة على الحادث. منشوف الفيديو مع بعض. ما زلت تصور الحمد لله هيك ضل لكم حدا ضل لكم حدا ضفني مره ضفني مره. بنتك اللي كم انتشالها بنتك كم عمرها؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله هيك ضل لكم حدا ضل لكم حدا ضفني مره ضفني مره. بنتك اللي كم انتشالها بنتك كم عمرها؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما زلت تصور يا اخي ملاكي
الحمد لله الحمد لله. هيك ضل لكم حدا ضل لكم حدا ضل مره بنتك اللي بتعمل تشالها بنتك كم عمرها؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله. وختام حلقتنا رح يكون بفيديو تاريخي للبنان بيظهر جمالية أسواق بيروت. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا، بنشوفكم بفيديوز وترندز جديدة، انطرونا.